يا جماعة السلام عليكم، راكم تحوسوا عليا. راني هنا في واحدة من هالزوج كروش اللي على اليمين مليح. ايه واش تخمو؟ ملي بديت نسمع تعلمت عيطة شوفات، سجلت كل شيء. مثلا على بالكم بلي قبل ما يتعرفوا والديا كنت ديجا موجود. حيرتكم ها؟ اما لا لاه الواحد يروح للجامعة. هذه الشريط اللي حابين نبينوا باللي الطفل يكون موجود قبل ما يكون في كرش الام، قبل ما يتخلق. واش رايك؟ نتصور الام للطفل قبل ما يزيد. الام ولا الاب؟ يعني كيفاش تكون؟ السؤال مش واضح يعني. قبل ما يتنزل. ما قدرتش نقول لك اختي على خاطر انا ما ذكرتش في القران هذه وحده. ما قدرتش نقول لك. هاد جواب صعيب. أنا حتى ينزاد حتى من يخلق هذاك هو. سي اون كيستيون، سي اون كيستيون فيلوزوفيك عند ربي سبحانه. أوكين إيدي. أوفا نحب البنات أنا. بالبنات؟ نحب البنات. أوه هاد البنات الخمسين مش تعطيهم أسماوات من بعد تجيبيهم؟ الأسماوات، لافاسون كيفاش يعيشوا، هذا كاع نعرف، كاع نعرف كيفاش نعيشهم، كيفاش نربيهم. قولي لنا اسم لكي موجداتو لبنتك. اسم يما باغ إكزومبل أمينة. أهيه ولا؟ ولا حياة. ساتو دونك كي تخمي تجيبي دراري وكي تخمي تعطي لهم اسم؟ نخمم نو بتات كو كون جو ماري غير ومن بعد نخمم. دونك راهم موجودين فراسي. ما على باليش بنتي قيلة. يشبو لماهم ولا باباهم. بل بعد الدراسة كل واحد يخير لا برونش اللي تخرج عليه. تما سا ديبون لا ميديسين، سا ديبون لو ingénieur dans un domaine, l'architecture, plutôt l'architecture. Donc, tu as Inch'Allah. Donc, à quoi tu as dit que tu as dit que Ah, voilà. Il y a des gens qui sont là. Qu'est-ce تكون sont là? Ils sont là. Ils قبل ما يتخلق قبل ما يتخلق في كرش الأم يكون موجود. ما نعرفش. ما تعرفش انت ان شاء الله هاك راك متزوج؟ ماشي مزوج. ماشي مزوج. ماكش تفكر تجيب دراري؟ ها؟ تجيب دراري؟ ماكش تفكر بدراري؟ ان شاء الله نتزوج وبعد نجيب دراري. اه وهاد الدراري شحال حبيت تكون؟ زوج. زوج؟ هذا بنات ولا ولاد؟ دراري. دراري ولاد برك؟ ولاد اه. على وخدمت لهم في تعطي لهم اسماء؟ واش خيرتنا؟ عبد الرحمن وحسين. عبد الرحمن وحسين. اه ان شاء الله. واش حاب ولادك يخرجوا؟ تجار. تجار يا اخي زهر. انا يما حبتني نكون شاعر وبابا حبني نخرج سينما. تلاقاو كي سيدي كي الهله. وين عايشين؟ لا كريس دينار طاح سروالو لا فامي خلوطه ثقافيه. كيفاش ندير كي يبدا الدفيز بعشرة؟ قولوا لهم الوجه ربي معزة ولا وطارد كيما هذوك بلا ما على بالهم باللي يخلفوا في الدنيا. يعرفوا كل شيء على والديهم اللي ما زادوش. مسألة فلسفية يا أخي منافقين. بصح إذا جاك مزيود ما تقولش أكسيدة. إذا حكيت هذا المزيود بدات عندها قرون وانتم ما على بالكم في هذيك المنامات اللي درتوهم ودركتوهم. لو كان تكثروا على أحمر الناس نقول لكم وجدودكم.